حسن هذه البداية صيد الجبيل. أشوف حسن وش اللي صدته؟ ما أدري إذا زمرور. لا لا مو زمرور بشوف. الله وهذا النيسر هذا. نيسر. إيه. هذا وش بتسوي حسن؟ ما أدري. إيه بتسوي مقلي. سودان لا وهذا حبيبنا أبو علي الوردة. الزاهر صيانة عنده وإن شاء الله النزول قوي أبو علي. وهذا بداية الصيد ولدي حسن. فوين نحطها؟ نحطها فوين بعد؟ في البراد حبيبي. يلا اقطع اقطع. الله عليك أبو محمد ارفع خلنا نشوف. أكبر من حبتي. خلنا نشوف. ارفعها ارفعها بعد أبو محمد. الله بعد ارفع ما أشوفها ترى. هذه قرقفانة صح؟ قرقفانة لو بدحة؟ بدحة. وهذا الصياد الكبير أبو محمد الوردة. ارفع هذا أبو محمد خلنا نشوفه وياك. هذا الحجم الطيب عند أبو محمد. صيد الجبير رقم واحد. تهدي له من هذا أبو محمد؟ اهديه لجروب الشباب. أي شباب؟ في جروبات واجد. اهديه للحداقين حق الطلعات. الى علي العلي. الولد الديوانية. الديوانية ابو حمد. اي الله ونقطع. هذا اول صيد لابو محمد طيب. شوف ايش حلاوته. الله. هذه بعد الشرخة اللي حصلها ابو محمد لكن بدع. وانا حطها الحين. اليوم الصيد الطيب كله عند ابو محمد ما شاء الله تبارك الله. هذه الثانية ابو محمد. ما شاء الله عليك مبدع ابو محمد اليوم. قرقفانة صغيرة اشوفها. هذا تواضع منك ابو محمد. فيها كبيرة روح اسحبها. شيرت حسن. ما فيها لانك استعجلت عليها صارت في الحجارة. قلت لك استعجلت انت حسن. ايوه سريع سريع ابو علي. تبغى يساعدك؟ شوي شوي لا تستعجل لا تستعجل لا تستعجل بتجيبها. ايوه بطل. لا 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 وقف 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 لا تنزلق لا تروح. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. هذه شعريه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما علي ما علي. وهذه الشعرية الطيبة ما شاء الله صدناها. قبض عليها علي. هذه لحسن حماد. نزلها شوي عشان تبين. إلى من دي تهديها الشعرية؟ الى حسين حماد. ومن بعد هذه نلتيها. شوف شوف هذه اهداء الى ابو بنين صاحب الملتقى البحري. وش نقول حسن؟ خليه يربش. راوينا اياها. قول لي عربي شعري عربي. اقطع. وبعد نبغى نهديها الى واحد. شوف انت واحد الى صلاح ثنيان الى صلاح ابو كوثر. نهديها ونقص. اوكي يلا ونقطع. شوف شوف يا ابو علي شوف السمك وين وصل يا ابو علي يا مكي. شوف قريب. هذا قريب لسنارتي. يلا بياكل في سنارتك الحين حسن. خايف الحين. هذه الاجواء الجميله. وهذا الصياد حسن ينتظر الصيد. الله الجو جميل. وهذا ابو علي. ابو علي توقعاتك للصيد اليوم؟ ان شاء الله التوقعات 100% ان شاء الله. والجو جميل بصراحه ما في لا رطوبه ولا شيء ولا شيء ابدا استاذ. ان شاء الله ان الامور طيبه. توها تزي ان شاء الله ما بننزل ثلاجه باذن الله ان شاء الله. وصدنا كم واحده الحين؟
ثنتين لو أربع. 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 شعرية ونيسار وقرقفانتين. مظبوط وإن شاء الله الخير جاي. الخير جاي الخير جاي. وش؟ ما عليه لا تستعجل. وهذا الصياد أبو محمد صاد ثنتين البطل. الخير جاي 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 ما شاء الله. شوف 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 الاجواء محمد بس كيف الله. محمد يجهز هذه المحطة الأخيرة أبو محمد. هذه المحطة الأخيرة. طبعا هذا المكان جميل جدا. جميل جدا وبحر صافي. صافي. وكلش يعني. هذه الوصلة رملية حلوة بصراحة بنجرب حظنا فيها. إن شاء الله الأمور طيبة. هذا أبو محمد عفيريت أكبر حداق في القديح والبحاري. وش تتوقع أبو محمد هنا؟ والله توقعاتي والله يجي لك سبيطي والله هامور. يعني تتوقع ان ان شاء الله يكون في صيد؟ ان شاء الله يكون في صيد يا رب. يعني وين افضل الاماكن اللي صدت فيها ابو محمد؟ والله الجبيل وراس ابو علي. تعرف اسم هذا المكان ابو محمد؟ والله وهذه تجربة ابو محمد. الله حلو حلو. وهذا طبعا الكابتن ابو علي. الله يسلمك ابو علي. هذا المكان اول مره تصير فيه ابو علي صح؟ اول مره. أول مرة وإن شاء الله توقعاتك إليه؟ توقعاتي إن شاء الله ما نطلع لعبة عرضية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذا مو موصى فيه هالمكان يعني جايين جايين على الله بشكل عشوائي. عشوائي وإن شاء الله متفائلين باب الخير يعني. إن شاء الله. طبعا إحنا صدنا عدد قليل من الأسماك فإن شاء الله والله نقد قوي زيادة جاي. والله هذا نشوف أبو محمد متفائل ونقد قوي مثل ما قال. الله الله جابها جابها البطل ابو محمد. جت ابو محمد والله بطل. لا ما يفوز عليك ولدي لا تخاف. ما يفوز ما يفوز. تفاؤل قوي. الله الله عليك. ارفع ارفع يا ابو محمد. وهذا القرقفان. هذه اول رمي يا ابو محمد صح؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وهذا ننتظر ابو علي. تعال لو محوني نديك. لا حطها فيها خلاص حق الربيان. خذ على السمكه. انه خذها ابو علي. وايش ابو علي؟ يلا بسرعه جاهز. وايش ابو علي؟ اشوف بده. يلا تعال برملك حسن. ايوه وايش؟ كبير. تعال عنا ابو علي شوي شوي. لا لا جيب 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 اساعدك. الله عليك يا ابو محمد. وش هالصيد ابو محمد؟ ارفع ارفع ارفع. هذا ابو محمد بدا بصيد. خلنا نشوفها. نزلها نزلها على الارض. هذا الوحر. الله عليك يا ابو محمد. مبدع مبدع ابو محمد بصراحه. وش شعورك ابو محمد في هذا المكان؟ عروش والله يا تفائل بالخير تجدوه. اي والله اعطي اعطي خلنا نعطيك صوره وياها ارفعها بعد شوي. ارفع. الله هذا ابو محمد فريت اليوم بطل ابو علي مغطي على الجماعه كلهم. بعيد في القصه. هذه توجيهات. ها اسمع التوجيهات يا حبيبي. الله الإبداع الإبداع كامل. حسن صاد الشعرية الثانية نشوفها. نشوف عرضها عرضها عدل. إلى من هذه حسن؟ ها نهديها لمن؟ أبو علي. أنت اختار واحد. اختار واحد إلى أبو علي حسن الزاهر. ونهديها بعد الى ابو زينب ومكي الحايك بعد. اليوم كله شعر الجبيل. وش نقول يا حسن؟ ما
قص ونقطع. بس انا صار من ذا. ابو محمد وش توصياتك الى الصيد؟ والله توصياتي الى الصيد الصبر. وغير الصبر اعطنا اللي هو الاشياء الاساسيه. ترى اليوم انت كسرت على ابو علي. والله ما كسرت ابو علي، ابو علي نوخذه. اي بس يعني اعطينا التوصيات، وايش نوع المجدار يا ابو محمد؟ بصراحه انت مسيطر على الساحه. مو هذا، هذا ولا النواخذه اجتمعوا. ممكن ابو علي ما في لهم. ها نشوف نشوف المجدار. شوف المجدار ابو محمد. حسن كم رقمه هذا يا ابو محمد؟ هذا رقمه يا طويل العمر نشوفه. والله حداد محمد بصراحة. أبو محمد اليوم مبدع يعني بصراحة اليوم. جيب الربيان. وش الأنواع اللي صدتها أبو محمد اليوم؟ قرقفان. ايوه شعري وبعد والوحر. والوحر الله عليك والله إبداع. مبدع مبدع أبو محمد اليوم كله قرقفان. الله عليك. ها حسن قوم اسحبه. جابه جابه. الله. التحدي الأخير بين حسن وابو محمد. الله رامي الصغير، رامي الكبير. ابو محمد بصراحة قول لنا انطباعك عن الطلعة بشكل عام. والله الطلعة حلوة وجميلة. كم سمكة صيدت ابو محمد؟ كم واحدة صيدت؟ والله برزق الله سبحانه وتعالى. كم سبع ثمان اعطينا؟ يعني يمكن تسع. خمس وحدات ست وحدات. خمس يعني. يعني هي ارزاق. تنصح احد يجي الجبيل في هذه الفترة؟ والله هالفترة حرارة. حرارة قوية صح؟ والسمك ما يطلع فوق. والوقت المناسب. الوقت المناسب في الليل. تعال حسن منه. الفجرية. الفجرية يعني والليل ممتاز. والليل ممتاز. سمعت يا مك الحايوك؟ الافضل تجي يعني العصر كذا الى متى؟ الى اخر الليل. ها حسن كم واحدة صيت؟ يلا يلا اسحب اسحب اسحب. آه شوفوا محمد وش يشيل. هذا المكان حق صافي. حق صافي. يلا اسحب يا حسن. شوف شوف اللي يطلعهم ابو محمد. يلا اسحب 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 حسن. هذا ابو محمد المحاولة الأخيرة. ان شاء الله فيها. ما اكلوا ابو محمد. ما اكلوا. يلا اعطينا رميه من رمياتك السحريه. السحريه. اشوف ابو محمد يرمي باليسار. الله. الدعفيري ده مو سهل. يلا اسحب اسحب حسن. حطيتها في الماي خلاص بتصير الحين خشنه. خلاص الماي مالح. يلا يلا قوم ولد شغله. يلا تبغى ترمي يلا قوم قوم عشان تبدل. يلا 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 هادي لك يا محمد شغلاتك هادي. ها جابوا. يلا حسن خلنا نشوف رمياتك. واشوف الى هنا نوقف. يلا يا رب. ايه ما يحتاج بدون رميان. رمي نشوف رمياتك. نشوف الرميه كيف بعد عدلها. لا ما شحطها. سكر على شحطها اول. ايوه بعد لفوق بس. يلا الحين امسكها. ايوه امسك الخيط. افتح التاج. لا تلوتت من فوق. هاي يا محمد الختامية عندك.
تامين صراحة، ارتاح لي الشباب يا ابو علي. يا ابو علي، وتعرفنا عليه الرجال المحترم حسن الزاهر. حسن الزاهر والله يحفظه ان شاء الله يا رب. ومتى ان شاء الله الطلعة الجاية يا ابو محمد؟ ان شاء الله الطلعة الجاية عن قريب. على وين؟ على ان شاء الله منيفة. ان شاء الله ان شاء الله. او راس تنورة. يلا قص يا ابو محمد. مع السلامة.